صحيتو جماعة الخير، سمحوا لي الخوا، حبيت نجي نزيد نهضر على القضية هذه تاع المرحوم رمزي، طفل صغير 10 سنين اللي ما لحقش 11 سنة، ربي يرحمه ويوسع عليه ويصبر ماله. حبيت نزيد نهضر على هذه القضية لأنه ما فرجش وما فهمناش، و انا نتبعو في لافير، انا نقراو في لي جورنو، رانا نشوفو ما كان والو. باش نبداو اولا، لاحظت حاجه ماشي مليحه، انا ما عجبتنيش خلاص. وشنو هي؟ مازال يعني طفل جزائري ما عندوش قيمه. علاش؟ انا بعد هاد لافير هادية انا قلت كي نشعل التلفازه عندي منصب، يعني دي زيميسيون، صيب يعني برامج يتكلموا على هذا الشيء، يتكلموا على هذه القضيه كيفاش يموت وعلاش حقوق الطفل منا، يعني كنت نستنى يعني دي ريبورتاج على هذه القضيه هذه، يعني صباح وعشيه نورمالمون الناس تهضر على هذا لافير. ما كان والو، ني حس ني مس في التلفزه يهضروا على حاجه واحده اخرى، الحان الشباب منا من هيك، يعني الولد يعني مات هكذا برك. الجرائد كيف كيف نحل الجرائد، هذا يهضر هكذا، هذا يهضر هكذا، يعني تحس باللي ما عندناش يعني احتراف في الصحافه. مونك تيريبل دو بروفيسيوناليزم، يعني ما كاش يعني تحل جريده هكذا وعندك اون انفورماسيون ولا عندك تشوف يعني بلي يو ان فري ترافاي دانفستيغاسيون، يعني ان فري ترافاي جورناليستيك اللي تبع هاد لافير وكيفاش وعلاش، يعني ما كاش. كاين اللي مازالهم يهضروا على لافير الاولى، سيتادير على دراري صغار اللي شافوا انسان كبير يضرب ولد صغير ومن نوم لهيك، والولد على جال هذا الشيء اللي مات في الليل. جرائد واحد اخرين يقول لك نو، قال لك يا ودي رمزي ما ماتش يعني اساسيني. علاش؟ لانه البروكورور قال لك بلي با تراس دو بليسيور ولا دو فيولونس في الكور ديالو. هذا يهضر هكذا وهذا يهضر هكذا، وحنا رانا بيناتهم انا نشوفوا ما فهمناش. وانا نظن يعني بار ريسبي لماليه وبار ريسبي الولد هذا مسكين اللي مات ربي يرحمه، لازم يعني لافير هادي تبان بالخف. علاش يطول؟ علاش ولا خليفة تقعد 20 سنة، ولا شاكيب خليل تقعد 10 سنين، ولا الاخر تقعد 6 سنين؟ علاش في البيار ولا كاين شي حاجه باينين؟ لي كاميرا سيرفيونس كاينين على راسهم، لي تيموان كاينين، كاين كلش. تقول لي خرج الخبر هذاك قال لك البروكورور قال بلي ما عندوش دي تراس دو بليسيور، داكور، مي سا نفو با دير بلي نا با ايتي توي. جو سي با، انا مانيش شرطي، ما عنديش يعني مؤهلات باش نهضر على هذا الشيء، بصح سمحوا لي حنايا انا ولا واحد اخرين كمواطن جزائري بسيط، بلادي ماليه ولاد بلادي، الولد هذاك مسكين اللي مات وليدي، راهو كي وليدي، ورانا خايفين كامل على ولادنا. من حقنا نعرفو، من حقنا نحوسو نفهمو، من حقنا نسالو، من حقنا نسانتيروج كيما لازم الحال. بيان سور حنا ما نقدروش يعني ناكوزيو الناس هكذاك برك في الفراغ ولا، بصح حنا رانا اون سانتيروج، رانا كيما نقولو نتسالو. هذا ما كان بكل حريه وبالقدر، نشوفوا باللي اشياء ما راهيش يعني كيما لازم الحال. بروكورور يقول لك باللي با تراس دو بليسيور، خلاص حبس تم، بصح سان فو با دير بلايتي باللي مش مات، باللي ما تنضربش، سان فو با دير باللي ما ماتش مقتول. ولد صغير تاع 10 سنين دير له هكذا، تعطيه كيما نقولوا تعطيه بناقوره هكذا يا يموت، واش ولا جهد ضربه لوكو، ولا يعني بالك عنده ان تروماتيزم كرانيا، ما هضروناش واش شافوا في الليل كي يديروا البيطراريا، ما يقدروش يديروا له راديو، ما يقدروش، مانيش عارف، يخبط له راسه في الحيط، يبو يافوار ان تروماتيزم كرانيا. جو سي با، انا اللي نهضر برك على باليش، مي لو فات كي ما كاش دي بليسور سان فو با دير بلي ما تنضربش. هذا ما كان، هذه هي، يقدر بالخلعه برك، بالفزع هذاك، بالرعب هذاك اللي شافوا انسان كبير يتهجم عليه ولا دوك، ولا صح واش راهم يقولوا، يقدر غير بالخوف يموت، يقدر، علاه ما يقدرش؟ الناس كبار بالخوف ماتت، يقدر
في التونال هذاك تاع البيار خالي يحبطوا له تما من هنا من هي واش عم بالك خدمت له ليل كامل ولا تروماتيزم كرانيا ولا اوتر شوز مانيش عارف مي لو فات كي نيا با يو بليسور يعني كي قال لك بلي داروا لونكيت والاوتوبسي وصابوا بلي الجسم ديالو راهو سليم ما به والو ما يحبش يقول بلي ما ماتش مقتول هذا ما كان هذه وحده هذا رايي يعني شخصي و ورأيي تاع بزاف ناس يعني قصرت معاهم على هاد لافير كيف كيف راهم متفقين معايا زيد يقول لك قال لك السيد هذاك المتهم هذاك طلقوا له قال لك خلاص ماشي هو طلقوا له وقال لك يا با تيموا انا ما فهمتش ان فيديو شفناها شفتوها كامل ولد يهضر دراري ماشي واحد ماشي زوج يهضر وحكى افيك دي ديتاي كيف صرا قال لك جاليه بثلاثه احكي لي جا هو حكمه بثلاثه بدا يضرب فيه طاح عليه بالضرب برا بعد خو ولي سوكي خو صغير وخوه الصغير باباه من بعد كان جيت حاميت عليه من بعد الاخر راح يعطي باباه انا كنت لافت كورطا بيش ترفت كورطا تاع رمزي جاب بابا سوكي جري مولانا حطيت رمزي انا لهنايا ومن بعد كان حط للدار رمزي قلت له كي تدخل قول لبابا كي يجي يهضر مع الشيخه شكون ضربك هو ما حب يهضر والو هكذا قعدت نهضر معاه تري قاعد غير نخزر مورا استغربت انا كيفاش هكذايا ومن بعد قاعد مخلوع كيفاش ضربوا ضربوا بدبزه ومن بعد ضربوا بكوت بيل دار ما رحموش هادو كيفاش ضربوا بكود هنايا هذا الصغير ضربوا لا الكبير ضربوا بكود هنايا شكون الكبير راجل ضربوا هنايا بكود شفتوا ضربوا هكذايا كود من بعد واش صرا له طاح الولد رمزي بدا يدير هكذايا ومن بعد الشغل بدا ترد توجع رجله ايه وبلا ربعه كيفاش بلا ربعه هذه فله تحكيكو كيفاش وين ضربوا بلا ربعه ضربوا في الصلصل الولد جا نحالو الكاي مكرطه بو حنا نخرجوا مطابعين نحاولوا هربيه للصلصل بابا كان مخبي له هكا تيرالو الكاي رمزي هبط يجيبو من بعد بابا بدا يضرب فيه وجا لي هكذا انا ما على باليش انا ما نسيت انا هذا ما نعرفوش و جو نو في با لاكوزي انا ما دوك لا جوستيس العداله تخدم خدمتها واش سمعنا حنا كمواطنين من بعد سمعنا الطفل يهضر يقول لك هو الصرا حكموا كدا وحبطوا في التونال والكايي ومن هنا ليه سمعتوها كامل هذه وحده ورونا كذلك جماعه تاع الاطفال جماعه تاع دراري يوريو لك المضرب وين ضربوا سي تادير تحت التونال هاوليك شوفوا لهيك مدرسة بعد أن تم استدراجه من قبل هذا الأخير إلى جهة معزولة على بعد أمتار قليلة من مدرسته أين تعرض للضرب دوك فهموني أنا الدراري كاع يكذبوا نقولوا ولد صغير أو يهضر برك أو يكذب أن أونفون دو 10 سمحوا لي أن أونفون دو 10 ما يكذبش علاه يكذب صاحبو اللي يقرا معاه ضربوا واحد علاش يكذب بون واحد أوكي يكذب والدوزيام والثالث والرابع دراري كامل البروبليم سي كو فوق الصح دراري جاب ربي ماليهم ما حبوش يتيمونيو وشفنا ان دي بروش تاع لا فيكتيم يعيط ويزكي ويقول لهم اللي شاف حاجه يهضر اي شاف حاجه اللي عنده يتخاف يجي يتفضل للدار ويهضر وحاجه ما راح تقيسو ما تخافوش يا ناس مام قال لك الامام تاع البيار في الجمعه قال لهم اللي شاف ان تيموا يهضر لانه رانا في وقت الجزائر دوك نقدروا نقولوا كاين لا جوستيس سي تادير ميم سيد هذاك لاكوزي دافع على نفسه يجيب لافوكا يطالب بالدليل يطالب بدي تيموا يطالب اباوي لازم دي تيموا اوكولير على قضيه بحال هذه قضيه قتل ماشي حاجه سهله فهمت يوغا بلان شوز اي دونك على حسب ما نشوفوا باللي ما حبوش يتيمونيو هذه هي وهذا الشيء هذايا ما فهمتوش انا يعني من جهه تحبوا لا جوستيس من جهه فونيت با سوليدار مع خاوتكم علاش يعني ولا شفت حاجه اهدر علاش خوف من ربي واش راك خايف كيفاش الولد هكذا يموت هكذا كيفاش ولو كان وليدك ولو كان وليد الاخر اه ولا شافوا حاجه لازم يهضروا ما فهمناكمش ما فهمناش او يصرى شيء في البلاد انا ما فهمتوش اي جو سوي با داكور هذا ما كان دونك هذه هي الدراري يهضروا مع الاول ومن بعد بالك ما حبوش يتيمونيو وهذه حاجه واحده اخرى ما حبوش يعني يشهدوا ما حبوش يعاود
يعاودوا يقولوا لي ديكلاراسيون اللي قال لهم مع الاول، ولي فيديوهم كاينين وهم باينين. هذه هي قلت لكم كاين كذلك لي كاميرات سيرفيونس، كاين بزاف صوالح يعني، ولا صرات حاجه تبان دوك ولا ما صرا والو ماذا بينا كذلك تبان لافير يعني. علاش ماليه يقعدوا هكذا مقلقين؟ علاش علاش يقعدوا هكذا طايبين ما يطيبوا برك، او وليدهم يموت هكذاك برك؟ لازم وقول لك وقال لك بلي ما مريض ما والو، قال لك بلي ما به والو. قريت انا ارتيكل تاع واحد الصحفي قال لك بالك الولد شرب حاجه ولا، شوف كيفاش يعني الناس تهضر برك. والام ديالو راهي تتكلم، هضرت في التلفازه قالت لهم، قلت له واش بيك يا وليدي؟ قالها يا يما ضربني راجل، قالها ضربني راجل. وقالت لهم وليدي ما مريض ما والو، راح للمسيد راح البيان، بابا قال لك شريت له الكوتي، راح فرحان راح بوبون كاع، ولا مطبق ولا مريض وفي الليل مات. هذه هي Quand il est rentré à la maison, il était choqué. On lui a demandé pourquoi il était dans cet état. Il a répondu qu'un homme l'avait frappé. Un homme l'avait frappé. Il était choqué. Il n'arrivait pas à parler. Il n'arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Il est monté dans sa chambre complètement assommé. Donc, on a un citoyen, on a une question. Parce que je suis en train de faire tout le jour. Je suis en train de faire par respect, par respect le mal. Il faut que la vérité. ولا هاد السيد هو الصح لازم يتعاقب، ولا الناس شافت لازم تشهد. هذه هي، هذا هو الدين، هذا هو ديال البلاد، هذه هي لا سوليداريتي، هذه هي ولا حبيت لا جوستيس، ولا حبيت الناس يعني تخلص على واش دارت، ولا حبيت ما تزيدش تصرى لوليدك، لازم تخلي وليدك يشهد، ولا انت شفت تشهد. هذه هي، ما لازمش كيفاش، ولو كان انت وليدك والناس ما تحبش تشهد من بعد ما يعجبكش الحال قول كيفاش وليدي قتلوه انت، فهمت يعني؟ ولا كاين حاجه واحد شافها لازم يهضر. هذا ما كان، ما لازمش، لازم ما تلعبش، ما تلعبش في شوفات بحال هذوما، هذه صعيبه بزاف. ولا ما كان والو ماذا بينا من الحقيقه، وهذا ما كان، ولا يعني ماشي هو الصح، مانيش عارف. ولا هاد الدراري كامل يكذبوا، ولا الام ديالو تكذب كي قالت باللي رمزي قال لي بلي ضربني راجل، ضربني راجل كي خرج من المسيد، ولا لي تيمو دراري كامل كذابين، ولا مانيش عارف شوفات كامل هذوما كامل كذب. دراري صغار كامل اللي وراو المكان تاع تاع الاعتداء رامي كذبوا. يا خويا حاجه اخرى، ماذا بينا نعرفوا الحقيقه، وهذا ما كان. هذه هي انكور اون فوا، ربي يصبر ماليه وربي يرحمه ان شاء الله. وان شاء الله الولد هدايا يعني كيما نقولوا، كيما نقولوا ما يموتش هكذاك برك، ما يموتش هكذاك برك يعني. كامل الاطفال تاع الجزائريين ما يموتش هكذاك برك ان شاء الله، ما يزيدوش يصراو الاعتداءات هذو مع الاطفال، لانه الدعوه راهي ما تشكرش. هذا واش حبيت نقول، الله يجعل الخير بعد ما كان.